احنا بنتشرف بشراكتنا مع المتحده في الموسم الثاني لمهرجان العالمين، والشراكه كانت مبنيه على اشياء كتيره جدا. السنه دي ان الشركه المتحده عايزه تعمل مهرجان مختلف، يكون في رياضه حقيقيه للناس، يكون في ترفيه بشكل كبير جدا، ويكون في ايفنتات مختلفه للمواطنين والناس تيجي تستمتع بيها في الملاعب الرياضيه بشكل عام. وكمان كانت بتسلط الضوء بشكل كبير جدا على ان احنا يبقى عندنا منتجات وطنيه هي اللي بتستخدم في كل الاشياء، يعني يبقى ازاي عندنا صناعه محليه وصناعه وطنيه. فكان الشراكه شراكه شامله بكل شيء. انا كنت بلعب في نادي الداخليه، حاليا بتمرن السرعه وكده. اجواء في العالمين الصراحه ما شاء الله، يعني حاجه حلوه جدا، حاجه فوق الخيال. انا كنت موجود هنا السنه اللي فاتت، وما شاء الله الحاجه عماله بتكبر اكتر واكتر، وبيبقى في شعبيه اكتر، وما شاء الله الحاجه هايله جدا. يعني لا، اللقب ده عشان انا كنت بتمرن مع دكتور كمال اشرف عن السرعه عامه. احنا كنا بادئين، انا كنت لعيب بطيء، ما كنتش مصدق ان في حاجه اسمها اصلا ينفع اطور السرعه بتاعتي. تمام، بعد ما نميت السرعه الحمد لله الموضوع فرق معايا جدا في الملعب، خصوصا ان هي حاجه يعني كروشال جدا ان انت تمرن السرعه، فيها جزء تكنيكال، جزء تقني، وجزء فيزيكال، ان انت ازاي تقف، ازاي زاويه رجلك، ازاي حركه جسمك، وجزء برضو فيزيكال ان انت ازاي عضلات رجلك بتعرف تدليفر الباور نفسه عشان تعرف تروح باسرع سرعه ممكنه. فالمعادله دي كانت صعبه جدا شويه، عرفت اكملها مع دكتور كمال اشرف، والحمد لله يعني السرعه اتطورت جدا بشكل ملحوظ جدا، وكلها بارقام موجوده. يعني انا داخل كل حاجه، يعني المره اللي فاتت دخلت كل حاجه، كسبت اللي هي الاسرع لعيب اللي هي ال 20 متر، خدتهم في ثانيتين، والمره دي هخش الاسرع لعيب وال 1 في 1. يعني الصراحة يعني دي تاني مرة ابقى موجود في مدينة العالمين، الصراحة عجباني قوي، وما شاء الله في حاجات كتير قوي الصراحة حلوة. هي مش كورة بس، في بادل، في أي حاجة موجودة في، الصراحة هم عاملين مجهود جامد قوي، و يعني مبسوط إن في حاجة زي كده بقت موجودة في مصر يعني الصراحة، وسبيشالي إن كل السبورتس دي على البحر، فدي حاجة جديدة يعني ومتنوعة. أكيد طبعا الجو هنا يعني مش هيخلي الواحد يتعب خالص، إحنا بنلعب على البحر والملعب نفسه كويس جدا، يعني الملعب عادي يعني معمول باحدث الامكانيات، مش هيبقى فيه اصابات، مش هيبقى فيه حاجه، والجو على البحر وفي اغاني، والجو هنا يعني يخلي الواحد يقعد يلعب طول اليوم عادي، مفيش مشكله. يعني في كذا واحد مشترك النهارده، بنعمل سبرنت 20 متر، طبعا برضو في الاجهزه اللي موجوده هنا بتحسب السرعه واكويبمنتس حديثه وكل حاجه، تبقى 20 متر بنعمل كل واحد ليه 3 محاولات، وبناخد احسن سرعه لكل واحد، وفي الاخر بيكون في واحد بيكسب، بيبقى في جايزه ماليه في الاخر ليه. يعني ده بالنسبه لاسرع لاعب. في احرف لاعب برضو، دي كذا تشالنج، يعني في حاجات اللي هو اللي يجيب الكره في العارضه، تمطيط، في اللي هي الاجوان الصغيره اللي يجيب الاجوان فيها، في برضو كذا تشالنج، دي برضو نفس الكلام بيبقى ليها جايزه ماليه في الاخر. يعني في كذا حاجه موجوده النهارده. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح اون تايم من داخل مدينة العالمين الجديدة. منورنا ضيوفنا دلوقتي هيكون معانا الدكتور كمال أشرف، وهو المختص بتطوير السرعة عند الرياضيين، وأيضا كمان كريم جمعة، وهو المسؤول عن الرياضات الخاصة في المهرجان طبعا، وتنظيم الرياضات في المهرجان. منورينا، أهلا بيكم وصباح الفل عليكم. أهلا بيك يا فرح، أهلا بيك. طبعا في البداية يا دكتور، عايزين نعرف منك التفاصيل الخاصة بالمهرجان. المهرجان ابتدى ازاي من البداية؟ لو بنتكلم على رياضيين طبعا من اول يوم متواجدين، حتى في بداية الفعاليات كان الانطلاق من اول الرياضة، البداية كانت عاملة ازاي وابتديتوا بانهي رياضة؟ احنا بدأنا طبعا بالحاجة معشوقة الجماهير، اهم رياضة على مستوى العالم، وهي كرة القدم. بدأنا بتنظيم احداث رياضية ممكن تكون مختلفة شوية عن الحاجات اللي بتتعمل في العادي في الكورة، ان احنا بنعمل منشاط او دورات وخلاص. احنا بدأنا بحاجة اسمها تحدي اقطع الكورة، فكرتها كلها كانت ان احنا نحاول نبروز تاني المهارة والحرفنة اللي دايما معروفة عند لعيبة الكورة. والحاجة التانية بقى كمان الجديدة اللي اول مرة تحصل في مصر، وهي تحدي اسرع لعيب. تحدي اسرع لعيب ده اول مرة حاجة تتعمل بجد في مصر، فكرة ان احنا ازاي نشوف السرعة ونقدر نقيس السرعة عند الرياضيين في مصر، الحاجة اللي ممكن ما كناش بنسمع عنها خالص، ودايما بنشوف ان في اوروبا بيستعملوا ادوات وحاجات متقدمة شوية كانتش متوفرة لينا. تحدي اسرع لعيب ده احنا عاملينه علشان نوفر الامكانيات دي للعيبة في مصر، علشان يقدروا يقيسوا سرعتهم ويعرفوا بجد مين اسرع لعيب في مصر ومحتاج يتطور ازاي.
هروح معاك كمان يا كريم للتفاصيل الخاصة بالتنظيم. طبعا من أول يوم تنظيم المهرجان وخصوصا المسابقات الرياضية مهمة جدا في أكتر من رياضة، والحقيقة أنه الكل بيستمتع وكل واحد بيكون عنده شغف بالرياضة الخاصة بيه، ابتداء من كرة السلة، البادل، الكرة الشاطئية، شفنا كمان الباراموتر، سباق السيارات لسه على مدار الأيام القادمة إن شاء الله. عايز أعرف منك إزاي ابتديتوا التنظيم وإزاي بتبتدوا يومكم كمان، لأن الموضوع بيكون عايز جهد كبير جدا منكم. احنا في مهرجان العالمين في دورته الثانية حبينا ان احنا نقدم للناس تنوع مختلف في الرياضات اللي موجودة، وعشان كده قدمنا اكتر من رياضة. حبينا نركز اكتر على رياضة كرة القدم لانها هي اللعبة الاكثر شهرة والاكثر متابعة من الناس والاكثر كمان اهتماما، فعشان كده من اول يوم واحنا بدأنا فعاليات كتيرة للناس ومختلف هواياتهم، يعني كان الاستقطاب لكل الناس، وكنا مركزين ان احنا نقدم قيمة حقيقية للناس، مش مجرد استمتاع وقت الايفنت وينتهي بمجرد انتهاء الايفنت، لا احنا عاملين حاجة مكملة مع الناس طول فترة المهرجان وتقدر ان هي تكمل معاهم لبعد المهرجان كمان. شفت ازاي يا دكتور الاقبال الكبير من نجوم كرة القدم على المهرجان، وخصوصا كمان تواجدهم باسرهم عشان يستمتعوا في نفس التوقيت، يكونوا اضافة وجودهم في المهرجان ويستمتعوا سواء اذا كان بلعبة كرة القدم او حتى البادل واللعبات الاخرى. شفنا كمان الكابتن سيد معوض مع كابتن احمد حسن على طول في انطلاقة المهرجان في لعبة البادل، وان شاء الله يكون عندنا كمان مباراة الاساطير ما بين نجوم نادي الاهلي ونادي الزمالك، وكمان نجوم كتير هيكونوا متواجدين في الكرة الشاطئية، متخصصين طبعا في الكرة الشاطئية سواء كان من النادي الاهلي او منتخبنا المصري. سواء بصراحة المكان اي حد هيشوفه هينبهر، اي رياضي بجد، فكرة ان انت تلعب في ملعب نجيلة مختلف حلو وكمان موجود على البحر في العالمين في احلى مكان يمكن في العالم، ده بيخلي اي رياضي مستمتع بالحاجة اللي هو بيعملها. واعتقد ان الرياضيين الكبار بتوعنا والاساطير هم احسن ناس عشان ينقلوا الصورة دي ويبينوا قد ايه المكان فعلا ممتع ان انت تمارس عليه كل الرياضات اللي موجودة. كلمنا كمان عن التنظيم بشكل عام يا كريم، بالتاكيد انتوا بتكونوا مجموعه كبيره قوي، الموضوع بيحتاج جهد كبير جدا منكم زي ما قلت لك في بدايه كلامنا، ولكن الناس ما بتشوفش ده في الاخر الا زي ما بنقول بالحدث نفسه، الحدث بيظهر قدامهم ما بيبقوش متخيلين مدى الوقت اللي انتوا اخذتوه علشان تنظموا سواء اذا كان مباراه حتى يوميا او تنظيم التفاصيل الخاصه بيها. طبعا من بدايه من الصبح لحد بالليل، الصبح بيكون المناخ زي ما انت عارف شديد الحراره، شباب كتير جدا، عايز اعرف منكم بتكونوا زي خليه النحل طبعا، بترتبوا الدنيا ازاي؟ طبعا تنظيم الاحداث هو موضوع كبير جدا ومهم جدا، واللي بيظهر للناس في الاخر هو الحدث نفسه، ولكن في الكواليس بتكون في تفاصيل كبيره جدا. عشان تنجحي الحدث لازم تستعيني بناس متخصصين في تنظيم الاحداث، وتنظيم الاحداث بشكل عام غير تنظيم الاحداث الرياضيه. تنظيم الاحداث الرياضيه بيحتاج ناس متخصصين دارسين احداث رياضيه واداره احداث رياضيه، عشان كده احنا استعنا بناس مختصين في تنظيم الاحداث الرياضيه، خريجين جامعه اسلاسكا دارسين سبورتس مانجمنت، ده تخصصهم، دي الحاجه اللي اتعلموها، دي الحاجه اللي درسوها كمنهج وكماده تعليميه، كانوا ممارسينها في بطولات كبيره وبطولات دوليه، وجوم كمان معانا في الاحداث الكبيره اللي احنا بننظمها دلوقتي، فده فرق معانا في شكل الاحداث. وكل شويه كل ما بيعدي وقت كل ما بتدخلي على حدث اكبر، والاحداث هي مش بس تنظيم الكراود او ان الناس ازاي تدخل او الناس ازاي تخرج، لا هي كل تفصيله، ان انت ازاي تحمي الناس، ان الناس ازاي من اول الايفنت لاخر الايفنت ما يحسوش باي مشكله، سلامه الناس وصحتهم، استمتاعهم بالايفنت، كل حاجه في توقيتها مظبوط، ما يحصلش ديلي. فالحمد لله كل ده احنا محافظين عليه دلوقتي، وان شاء الله كل شويه التنظيم بيبقى افضل، وده أكيد مسهل على الناس العمليه ومخلينهم مستمتعين بالموضوع ومبسوطين. يعني اول ما بيعرفوا ان في ايفنت في مهرجان العالمين، لا عارفين ان هيكون ايفنت على اعلى مستوى ومتحمسين وجاهزين له من بدري. ممتع بالتاكيد. لسه هستكمل معاكم باقي حوارنا، ولكن استاذنكم واستاذن مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لحضراتكم نستكمل حوارنا مع ضيوفنا اللي منورينا النهارده في صباح اون تايم من مهرجان العالمين الجديده، انتظروا.
عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه بنستكمل حوارنا ومنورين ضيوفنا النهاردة في صباح اون تايم. بنتكلم معاهم عن كل الجوانب الخاصة بتنظيم المهرجان ولكن في الأمور الرياضية. عودة ليك يا دكتور مرة تانية، وعايزة أتكلم معاك عن إصابات الملاعب بسبب الأرضية السيئة. الحقيقة أنه السنة دي موجود معانا زي ما احنا عارفين طبعا الأرضية، أرضية نجيلة، علشان يكون كل الرياضات اللي هتمارس سواء كانت كرة القدم بتفاصيلها بكل بقى المسابقات مباراة الأساطير تكون على نجيلة. السنة اللي فاتت استمتعنا ولكن بشكل مختلف، كانت على الرملة، يمكن يكون كان ليها إكسبيرينس مختلفة أو شكل مختلف، ولكن طبعا ده بيخلي في تجنب للإصابات أكتر على النجيلة كمان. طبعا احنا الفكرة السنة دي ان احنا بنقدم حاجة مختلفة خالص، احنا بنقدم تجربة النجيل الطبيعي بس بنجيلة صناعي معمولة على البحر، علشان الناس تقدر تلعب زي ما بتلعب في ملعب كرة 11 عادي خالص، تلبس نفس الجزمة. علشان احنا شركة مصرية هي اللي عاملة لنا ارضية الملاعب دي، شركة اسمها سكور جراس، هي اللي عاملة حاجة مختلفة تماما عن اي حاجة حد شافها قبل كده، نجيلة صناعي بس باحساس الطبيعي وكل التجربة، علشان نتجنب اهم نقطة الناس بتعاني منها في مصر دلوقتي، وهي فكرة الاصابات اللي ممكن تكون بتحصل بسبب ارضية الملعب السيئة. لان احنا عارفين ان ارضية الملعب بتحتاج صيانة واهتمام وتركيز، وهي زيها زي الطريق بالظبط، الطريق اللي بيبقى فيه مطبات ومشاكل يعمل حوادث. نفس الفكرة بالنسبة للعيب الكورة، الملعب اللي مش تمام واللي فيه مشاكل يعمل اصابات كتير، وهو ده اللي احنا اتجنبناه السنة دي، ان احنا عملنا ارضية اول مرة تتعمل في مصر نجيل صناعي زي الطبيعي بالملي. هايل كريم، أهمية التكنولوجيا في الملاعب بالتأكيد ليها أهمية، ولكن الناس عايز تتعرف عليها أكتر. احنا لما بنقول تكنولوجي في الملاعب أو في الاستادات مش بنختصر الموضوع في ان احنا هل هي 4G تكنولوجي أو 5G تكنولوجي، ولكن كل الاكويبمنتس وكل السيستم اللي جوه الاستاد لازم يكون داخل فيه تكنولوجي. فعشان كده احنا كشركة سكور جراس عاملين برودكت جديد، يعني R&D تيم عندنا شغال عليه وان شاء الله هيطلع للنور قريب، وهو الملعب السمارت. الملعب السمارت ده مش بس على السكيل الكبير، سكيل الستاديومز، لا ده على الكورتس الصغيرة كمان، بحيث ان احنا نقدر نوفر تجربة للاعبين وللأكاديميز فيها تكنولوجي، والتكنولوجي دي الانبوت بتاعها في الكورت نفسه، ويقدر عن طريق خلال اب او ايا كانت البلاتفورم يقدر يعرف الارقام اللي محتاجها في التدريب او في الحاجة اللي بتحصل على الكورت نفسه. هايل هايل. طيب دكتور، ايه اللي بينقص لاعب كرة القدم في مصر انه ينافس؟ طيب يعني من وجهة نظر انا كواحد بشتغل ومتخصص تطوير السرعة، انا بقول ان السرعة واحدة من اهم العوامل اللي ناقصانا عند اللعيبة في مصر من الناحية البدنية. طبعا حاجات زي العقلية بتاعت الرياضي مهم جدا انها تبقى موجودة، بس في الاخر احنا بنشوف دايما الريتم بتاعنا واحنا بنلعب مع اي فرقة في اوروبا، او احنا بنشوف اللعيبة بتوعنا والفرق اللي بيحصل عن الدوريات برا، واعتقد ان كلنا بنلاحظ فكرة الريتم، حس ان هم بيلعبوا بسرعة مختلفة شوية. الحقيقة ان السرعة فعلا من اهم الحاجات اللي اللعيبة في مصر لو اشتغلوا عليها وطوروها هيفرقوا جدا، لان احنا في مصر هنا بلد الحريفة، احنا بتوع الناس الحريفة الكورة وحواة الكورة، فلو اشتغلنا على الجزء البدني ده وطورناه اعتقد ان احنا يبقى عندنا لعيبة مستواهم يمكن اعلى بكتير من الناس في اوروبا كمان. كريم، في النهاية تقول ايه للناس اللي عايزة تيجي تنضم تشارك في الالعاب؟ الالعاب متواجدة فين بالضبط في مهرجان العالمين؟ الاوقات بتبتدي من الساعة كام وبتنتهي الساعة كام على مدار اليوم؟ احنا مينلي الايفنتس المهمة والكبيرة بتكون في الويك اندز، يقدروا يشوفوا ايه اللي هيحصل من خلال موقع تذكرتي وبيج مهرجان العالمين وبيج سكور جراس، هنكون بنعلن عن الحاجة قبل حدوثها. كمان في مفاجأة للناس، مباراة بين أساطير النادي الأهلي والزمالك تحت شعار لا للتعصب قدام منتخب بقية الأندية المصرية، هيكون موجود إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي، والناس تقدر تحجز زي ما قلنا من خلال تذكرتي في الإيفنت ده أو أي إيفنت بعد كده. هايل كريم جمعة، شكرا جزيلا، منظم الأحداث الكروية في مهرجان العالمين، نورتنا، شكرا جزيلا لوجودك معانا. شكرا جدا ليكي، ومبسوط ان انا موجود معاكي وان احنا موجودين في المهرجان لدورته الثانية. دكتور كمال أشرف، المسؤول عن تطوير السرعات للرياضيين في المهرجان، شكرا جزيلا لوجودك معانا ونورتنا. شكرا ليك يا فرح، وبس حابب أهم حاجة أنوه عنها وأفكر كل الناس، يا جماعة احنا عندنا تحدي أسرع لعيب مكمل طول فترة المهرجان عشان نلاقي أسرع لعيب في مصر،
اسرع لعيب في مصر، ده لقب هيبقى مهم جدا السنه دي وهيفضل مكمل معانا مده المهرجان كله. وتعلمه من محمد صلاح. صحيح. مشاهدينا انتهت حلقتنا، وكنا متواجدين مع حضراتكم فيها من داخل مدينه العالمين الجديده، مدينه السحر والجمال، بنسعد معاكم باوقات المهرجان بكل التفاصيل، الفعاليات الثقافيه والفنيه والرياضيه على مدار 50 يوم في مهرجان العالمين الجديده، واللي هينتهي يوم 30 اغسطس باذن الله. كنا سعداء معاكم النهارده في صباح اون تايم، يتجدد لقائنا دائما عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. اشوفكم باذن الله وحلقه جديده، ويومكم خير وسعاده وفرح.